الواد ده. انت يا ابني، انت يا ابني كلم الباشا، كلم الباشا. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ كنت مع امي يا باشا. فين هدومك يا؟ الهدوم كلها على البحر يا باشا. وسبتها على البحر ليه؟ انا نسيتها بس يا باشا، كنت رايح اجيب علاج للواد. فين بطاقتك؟ على البحر برضه. بطاقتك على البحر؟ كلها في الهدوم. يعني انا كل يوم في الاخر انت تقول لي الكلمه دي؟ يعني قلت لك عايز عقد شقه. لو سمحت انا عايز اعمل البتاع عشان اعمل المعاش. لو ايه اشوف اسواق جايب الواد بره ليه؟ الله يخرب بيتك يا بابا.